أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى السياق الذي كنا فيه من تدبر سورة القمر في المقاطع الأخيرة من خواتيمها. وقد كان الحديث قائما على بيان سنن الله جل وعلا في معاملته للإنسان. الإنسان بين مد وجزر، بين إيمان وكفر، بين طاعة ومعصية، وكيف أن سنن الله جل وعلا الشرعية من كتاب وسنة إذا أهملها الإنسان تحضر بدلها سننه الكونية القدرية، أعني سنن الله القدرية التكوينية، من العقاب والعياذ بالله الذي يحل بالإنسان حينما يتخلى عن الاستجابة لأمر الله جل وعلا الشرعي. وبينا قواعد ذلك ومقاييسه وسبل النجاة. نأتي إلى خواتيم ذلك من كلامه جل وعلا عن طبيعة الغرور الذي يحدث للإنسان، كيف يغتر، يعني ما الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى أن يكون كقوم عاد أو ثمود أو لوط أو فرعون. لأن الإنسان إذا علم هذه الأسباب فمن شأنه أن يعمل على تجنبها وعلى السير بعيدا عما يؤدي إليها، حتى لا يستدرجه إبليس فرضا كان أو جماعة أو حضارة. قال جل وعلا: ولقد جاء آل فرعون النذر. هذا السياق الذي يختم كل الحوادث التي وقعت للكفار السابقين من عاد وثمود ولوط إلى قوم فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فيعني الشأن الذي حدث لكل الأمم البائدة المبادة المعذبة التي قطع دابرها حدث لآل فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر التي جاء بها موسى من الحجج والآيات والبراهين فكذبوا بها، فكذبوا بآياتنا كلها، كل الآيات كذب بها آل فرعون. قال جل وعلا: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي أن الله جل وعلا أخذهم بمعنى عاقبهم وأهلكهم بما أوقع عليهم من الإغراق الذي علم في مساقات أخرى. وهذا الأخذ وصفه سبحانه وتعالى باسمين من أسمائه الحسنى: أخذ عزيز مقتدر، أي أنه جل وعلا ذو عزة سبحانه وتعالى، عزيز لا يقبل التعدي على سلطانه في الكون، وهو مقتدر قدير على الأخذ وعلى حفظ كونه وسلطانه وملكوته سبحانه وتعالى. الآن سيبدأ في تفصيل الأسباب التي هي محط الكلام الذي نريد أن نصل إليه. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الآن يخاطب الإنسان المعنية بالقرآن، أنا وأنت وكل من خاطب بالقرآن. خاطب أولا كفار قريش ومن والاها من أحلافها في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاطب كل إنسان أرسل إليه هذا القرآن وتلقاه إلى يوم القيامة. أكفاركم خير من أولئكم؟ هل هؤلاء الكفار الآن من الذين يتلقون نذر القرآن كما تلقى آل فرعون النذر؟ هل هؤلاء يعني أعز من أولئك الكفار الأقدمين، أم أن لهم أفضلية عند الله، أم
أكفاركم؟ يعني ما الفرق؟ ما الشيء الذي يجعل هؤلاء بمأمن من عقاب الله ومكر الله؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم أنتم يا معشر المستمعين لهذا القرآن من الكفار يقصد، أم لكم براءة مبرؤون محفوظون من العذاب والعقاب رغم كفركم وجهركم بالمعاصي؟ في الزبور جمع زبور وهو الكتب، أي الكتب السابقة، كما تعتقد النصارى قديما واليوم منذ حصل التحريف في القديم إلى اليوم، أن من آمن بالمسيح عليه السلام فإن المسيح يحمل خطايا بني آدم بسبب الصلب الذي يزعمون كذبا وافتراء على الله جل وعلا وعلى المسيح أنه وقع عليه، يعني بما أنه صلب فكل من فسق وفجر وصنع ما صنع بمجرد ما يؤمن بالمسيح، فيعني ذلك الصلب سيكفر خطايا بني آدم المؤمنين بالمسيح. والحمد لله المسلمون يعني هم أشد إيمانا بالمسيح من النصارى، وأصح، لأننا نؤمن بالمسيح الحق الذي هو عبد الله ورسوله، ونؤمن بعدل الله الذي فيه لا تزر وازرة وزر أخرى، وفيه كل نفس بما كسبت رهينة. فهذا يعني منطق الكون، العدل. فلذلك لا يعقل أن يكون أن تكون هناك فئة محمية يعني ويفسح لها المجال لتطغى في الأرض ولتتجبر وتفعل ما تفعل. أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ هذا السر إذن. أم يقولون، فيعني رب العالمين سبحانه يأتي ب يعني كل ما يخالج نفس الإنسان الذي يطغى طاغية. لأنه يعني الإنسان، نتكلم عن الإنسان هنا، الإنسان بمعنى يعني العقل البشري، يعني قد يكون فردا وقد يكون دولة، قد يكون حضارة. أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، نعوذ بالله من مرارتها. أم يقولون نحن جميع، لفظ جميع هذا هو الذي يستعمل الآن في الخطاب السياسي المعاصر، واللفظ الذي يستعمل يعني هذا المفهوم، يعني جميع، هذه كلمة جميع في كتاب الله عز وجل يعني تعني مفهوما الآن، مفهوم له معنى سياسي معاصر، سياسي عسكري، ويعني يستعمل بألفاظ أخرى يعني تتحكم فيها الترجمة لا أقل ولا أكثر، ولكن ممكن أن ترجمها بأي لفظ. من مثل قولهم الحلف، مصطلح سياسي عسكري، حلف، أحلاف، حلف، أو جبهة، أو ما شئت من هذه الاصطلاحات ذات الدلالة العسكرية والسياسية. أو التحالف، كل هذه العبارات هي بمعنى واحد، تحالف، الحلفاء، أحلاف، إلى آخره إلى آخره، لا يهم على من تقع وكيف تقع، المهم المعنى. إذا كان هنالك فعلا طغيان وفساد وظلم وعفيان في الأرض بغير الحق فيحضر فيه هذا المعنى، ويرجع الاستعداد الإنساني في سياق الظلم والطغيان العالمي إلى هذا الذي كان عند فرعون وملئه وعند قوم لوط وعند عاد وثمود وسائر الأمم التي كان عند هذا المعنى، وعند كفار قريش أيضا كما كان في سورة الأحزاب. والمقصود بالأحزاب ها هنالك يعني كل القبائل العربية التي تحالفت مع قريش ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوة الإسلام وصاروا حلفا. أم يقولون نحن جميع كتلة عسكرية سياسية اقتصادية، نحن جميع، نحن جميع، فيعني هذا الجمع وهذه الكتلة هي التي غرت كثيرا من الأمم التي أبادها الله. حس الإنسان بأنه قوي بالجماعة بالتحالف،
يأنس ويأمن، يحصل واحد الأمن النفسي بالتكتل، ويظن بأن الأذى لن يلحقه ما دام أن العدو الذي يحاربه حينما يقارن بالكتلة وبالقوة المتكتلة ضعيف جدا، جزئي صغير حسب العين المجردة والتقدير الظني البشري. هذا الظن البشري الذي لا يؤمن بالله ولا يرى أن قدرة الله تسند ذلك الضعيف، وأنه في الحقيقة قوي جدا، لأنه إنما هو عبد مسخر مأذون، وهو عبد لمن؟ عبد للقهار، عبد للجبار، عبد للعزيز المقتدر كما سبق في السياق. فالصلة بين عالم الغيب وعالم الشهادة حينما تغيب على الإنسان الكافر طبعا، وهي تغيب عنه بكفره، فإنه يقدر الحياة ومجريات الأحداث تقديرا حسابيا ماديا حسيا، يعني كيخطط الحياة والحضارة ديالو بواحد الشكل يعني قائم أساسا على الحساب المادي الحسي، حاجة اللي كتبان كتحسب، اللي ما كتبانلوش ما كيحسبهاش. بينما المؤمن يدخل في حسابه طبعا الاعتبارات المادية يجب أن يدخلها، نأخذ بالأسباب، ومن وراء الاعتبارات المادية الاعتبارات الغيبية. والمسلمون يضعفون حينما يتخلون عن أحد الجانبين أو لا يقيمون اعتبارا لأحد الحسابين، لا بد منهما معا، الحساب الغيبي الذي هو السند الإلهي والرباني، والحساب المادي الحسي الذي هو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا تخلى المسلمون عن هذه أو تلك هلكوا، هلكوا حينما يعتمدون على الغيب فقط، الله لا يرضى ذلك، يريد من الإنسان أن يقيم الحضارة المادية في الأرض أيضا ويكله إلى نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعز الخلق على الله، ومع ذلك تعلمون في هجرته أنه أخذ من الأسباب ما يعجب له الإنسان. لما بغى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة أخذ بأسباب مادية حسية حسابية، ومن وراء ذلك وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك اعتمد على الله توكلا. لتعلمون كيف أنه تخفى وخرج بليل واصطحب أبا بكر الصديق واكتريا كافرا هو عبد الله بن أريقط ليأتي بالغنم على آثار المهاجرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق لتمحو آثار الأقدام. يعني سيدنا محمد مهاجر من مكة المدينة، وطبعا يعني المنطقة الصحراوية كما هو معروف يعني قد يكون فيها رمال وقد يكون فيها حصى وقد يكون فيها هذا وذاك، فيعني المشي ديال الأقدام كانت عندهم الناقة يخلي الأثر في الأرض، فكرا واحد كافر باش يعني يخرج بالغنم ديالو، ودوك الغنم تمشي مور الأثر ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وتمسح الأثر باش الكفار الآخرين ما يعرفوا في الطريق فين دازوا، وأيضا يدلهم على مسالك الطرق الخفية بين مكة والمدينة. واختفيا في غار ثور كما تعلمون، وقام حتى جاء أبو سفيان وأبو جهل وجعلا يرقبان المكان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر به أي بالغار، ووقع ما وقع لأبي بكر من الخوف والفزع على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما قال مما أنزل الله في كتابه لا تحزن إن الله معنا. هل علاقة الغيبية حضرت أحسب حتى أحسب، ومع ذلك الحساب الأول هو اللي يعني حاضر باعتباره إيمانا راسخا لدى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالحسابان معا ضروريان للمسلم في حياته جميعا، في التجارة، في الفلاحة، في كل شيء، في علاقاتك مع الناس، حياة العامة ديال الإنسان المؤمن ما ينبغي أن يترك أحد الأمرين بغير اعتبار. فما يعني دير الحساب المادي هذا من طبيعة الكفار، هو اللي كيحسبوا حساب مادي ما كاينش الغيب، لما دير غير الغيب بوحده هذا تواكل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، يريد من الإنسان أن يأخذ بالأسباب، لأنه خلقه من طين وروح وليس من روح فقط. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممكن أن رب العالمين سبحانه يحمله على البراق السلام، كما أسرى به من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
وعرج به إلى السماوات العلى، كان ممكن أن يفرمش التعين في أقل من لمحة البصر يعرج به من مكة إلى المدينة وانتهى الأمر، بينما الأمر لم يكن كذلك. يعني القصة طويلة ومفصلة، وقصص السيرة الحمد لله مشهورة عند الناس، وتبعهما سراقة بحصانه وكاد يلقي القبض عليهما لولا أن تدخلت الإرادة الإلهية، فيعني كان محنة يعني معاناة في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 450 كيلومتر تقريبا تزيد أو تنقص قليلا، ماشي سهلة، في صحراء قاحلة وفي يعني أوضاع يعني قديمة جدا مختلفة عن هذا الزمان. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرع، شي اللي كان كيدير، كان يشرع لأمته كيف تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله في الوقت نفسه، ولا تعارض بين الأمرين، بالعكس يتكاملان يتكاملان. فهذا إنما هو استطراد لا بأس به أخذنا إليه هذا الاعتقاد لدى الكفار في حسابهم المادي، وهو التكتل. أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع، هذا الجميع، هذا التكتل، هذا العنف، تحالف ضد رب العالمين سبحانه وتعالى، ضد الإيمان، ضد الإسلام، سيهزم. ويولون الدبر، وهذه الهزيمة بما أن الكفار يواجهون الحق طال الزمان أو قصر، حكم الله عليهم بالهزيمة. وهذا من الكرامات والمكرمات لهذه الأمة. أن يعمر الإنسان، ما لا يجوز، لا يجوز أن يقع بخاطر مؤمن أن جهة ما أو دولة ما أو حضارة ما إذا تجبرت وطغت ما عندكش الحق من الناحية الشرعية عقديا أن تظن بأنها ستبقى كذلك طاغية آمنة منتصرة إلى الأبد. أبدا ستأتي اللحظة التي ينتقم الله فيها للحق، وكتاب الله شاهد على هذا. راه ماشي سهل تجي واحد الآية في القرآن الكريم تصادر المستقبل إلى الأبد، قبط المستقبل وكالضرب على واحد النتيجة نهائية، كيقول لك هذه عمرها ما تكون، وتتلى في كتاب الله عبادة لله، سيهزم الجمع، انتهى. هذا حكم الله القدري التكويني. ويولون الدبر، سيأتي الوقت الذي يقع هذا في الأرض، كما هزم فرعون، وكما هزمت عاد وثمود وكفار قريش وسائر الأمم التي طغت وتجبرت. فالإحساس الذي يحصل لبعض الأمم وبعض الحضارات وبعض الدول وبعض الأحلاف بالاجتماع وتكتل، الإحساس هو الاستغناء عن الله. صافي الناس كيتجمعوا، تكتلت الاقتصادية والعسكرية كتقوى، كيقولوا صافي ما بقاش قدنا في الأرض، ومحتاجينش لشي واحد آخر، محتاجينش لعالم الغيب، لسنا في حاجة إلى شيء من الإيمان أو شيء من هذا القبيل. وهذا صلب الفكر الفلسفي الآن الغربي. يعني الآن وصلت الفلسفة الغربية لواحد المرحلة تسمى بمرحلة التمرد، يعني عقل، يعني الغرب الآن عقل متمرد، لا يؤمن بالقيم، عندهم يدير بها هكذا يظن. وهذا قول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني التعبير القرآني عجيب، أن رآه أي رأى نفسه، يعني ما قالش كلا إن الإنسان لا يطغى أن يستغنى، لأنه لم يستغنى في حقيقة الأمر، وإنما هو رأى نفسه، هو الفاعل وهو المفعول، هو الفاعل وهو المفعول. وهذا من العجائب في العربية، يعني رآه نيت هو كيشوف راسه، أن رآه استغنى. وهذا الرؤية إذن رؤية فاسدة، لأنه إنما يرى نفسه هكذا خيل إليه. والسبب في الشعور بالاستغناء، يعني على المستوى يعني الحضاري، يعني يرجع أساسا إلى القوة المادية، والقوة المادية في هذا الزمن معروف بالتكتلات وبالتسلح العسكري والقوة الاقتصادية،
سيهزم الجمع. الله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة سيهزم الجمع، يعني وكيقول بأنه هذا التفكير راه غلط مش صحيح، وهي يعني القول الذي قال كفار قريش يعني حينما خطبوا بهذا القرآن، أم يقولون نحن جميع منتصر، قاله من قبلهم من الأمة هكذا ظنوا، وهذا التفكير غير صحيح، لأن الله قال سيهزم الجمع ولم يقل الكفار أو كفاركم أو هؤلاء الكفار، لا الجمع، يعني هذه الصفة التي اعتقدتم بها تنصرون بتلك الصفة تهزمون. أم يقولون نحن جميع، هذاك جميع هو اللي غرك، سيهزم الجمع، هذاك جميع نفسه سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي في الروم أذلاء مهزومين مطرودين أمام الحق، حينما يأذن الله، حينما يأذن الله جل وعلا للحق أن يقوم، وذلك تكليف تشريعي للمسلمين عبر مشارق الأرض ومغاربها، وإنما يتقون بالأخذ بهذا الكتاب، كتاب الله جل وعلا وما يبينه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنرجع إذن إلى أصل المسألة من تدبر الحكمة من هذا كله. فعندنا إذن ها هنا أمران، الأمر الأول باب الأمل الذي يفتحه هذا القرآن، يعني سبحان الله العظيم، من إنسان ضيق بك الأرض بما رحبت حينما يقع ما يقع من المظالم وكذا، اقرأ كتاب الله ستجد أن هذا القرآن يفتح قلبك على المستقبل بشكل عجيب جدا، ويملأ قلب المؤمن أملا وروحا وريحانا، لأن من حقائق الإيمان أنه يجعل المؤمن يفرح بالله، وأن القنوط من شيم الكفار واليأس والعياذ بالله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والمؤمن إذن بما يقرأ كتاب الله عز وجل يجد السنن القرآنية، مثل هذه السنة سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه سنة كونية قدرية يعني تحكم على الحضارات الطاغية بالفناء، والسبب هو هذا الذي هي فيه، فيتظن بأنها تتقوى، والحقيقة أنها تفني نفسها بنفسها. والله فعلا هذا الأمر حينما يقرأ الإنسان أو حينما ينظر إليه الإنسان من القرآن لا يستحضر وقعة بدرين، غزوة بدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما أعد العدة دار الخطة العسكرية وجيش الجيش وجعل كل أحد في موقعه، وبات الليل يتهجد ويدعو ربه بالدعاء المشهور، اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وجعل يردد ذلك وواقف بين يدي الله يتبتل حتى سقطت بردته من على كتفه عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو بكر الصديق يردها عليه ويستعطفه في أن يكف عن المناجاة بما وجد أبو بكر الصديق بما وجد من العانة الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة المناجاة، يعني يبقى يدعو الله عز وجل حتى يعني 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 ظن أبو بكر بأنه يعني سيؤثر أو سيبخع نفسه. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بالأمرين، خطة والإعداد، حساب المادي والحساب الغيبي. بعد ذلك أقول بعد ذلك وقبيل المعركة خرج سيدنا محمد للمكان بالضبط، يعني كان عنده العريش يعني مركز القيادة بحال شي يعني بناية بالقش، خرج المكان المعركة وجعل يخط في الأرض بعصا أو بحربة ويبين مصارع القوم، كيقول هنا غادي تقتل أبو جهل في هذه البلاصة، هنا غيطيح فلان، هنا غيطيح فلان، مازال ما وقع والو. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا حكم قرآني قدري، وذلك بيان له من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تطبيقي في التاريخ. وما كان أحد يظن أن صناديد قريش كأبي جهل وأمية الذي قتله عبدون وهو بلال، وأبو جهل تعلمون قتله طفلان من الأنصار، يعني لما يعني تكتمل قوتهما بعد تعاون عليه
قتلاه، شيء غريب جدا يعني كان يحدث في تلك المعركة، لأن الحق يعني جند نفسه بحساب على قدر الطاقة، وأعدوا لهم ما استطعتم على قدر الطاقة والاستطاعة، وتوكل توكلا حقيقيا، اجتمع الخير آنئذ، وحصل الإذن بالنصري من عند الله جل وعلا. فهذا الأمر قاعدة في القرآن وواقع في التاريخ، قاعدة في القرآن وواقع في التاريخ، يفتح باب الأمل للمؤمن في أن الطغيان لا يدوم، وكيوصل مرحلة معينة تؤذن ببداية نهايته، وقد ذكرناها غير ما مرة، حينما يصل مرحلة ادعاء الألوهية في الأرض، يعني سواء يكون فرد ولا يكون دولة ولا حضارة كيف يبغى يكون، لما يوصل الإنسان مرحلة، لأن الظلم كيبدأ صغير، يمكن ظلم جزئي، وفي الحديث يعني حينما قال الصحابة ومن منا لا يظلم نفسه، كل الناس يظلم نفسه، يعني الله تعالى يتجاوز سبحانه وتعالى برحمته وبما يستغفر الإنسان ربه ما دام مسلما، ويتوب الله على من تاب. فالظلم يعني أنواع، ويعني أخطر الظلم هو الشرك بالله الذي قد يقع فيه المسلم أيضا نعوذ بالله، ولكن يعني هذا كعود الشرك بالله والكفر، كما أن الخير درجات الشر أيضا دركات، الشر فيه فيه في شيك فس من شيء، شيء أخطر من شيء الكفر صحيح، ما الكفر ماشي واحد في نهاية المطاف من حيث الخطورة، الشياطين أيضا يعني وجهنم والعياذ بالله يعني طبقات ودركات، والدرك الأسفل منها ليس كبطحائها نعوذ بالله منها جميعا، عاليها وسافلها وكلها سافل. فالمقصود من هذا كله أنه يعني في هذاك الشرك، إن الشرك لا ظلم عظيم، وجرة العادة قول العلماء أنه يعني الشرك هو أكبر الكبائر، وأنه فسط الشرك وفسط الكفر كين أيضا شيء آخر، وهو أنه حينما يصل الإنسان إلى ادعاء الألوهية صافي، كما وقع لفرعون لما ادعى الألوهية غرقه الله جل وعلا في النهر، وحشى جبريل فمه بالطين، يعني موت شر موته ذلة. فلهذا إذن يعني سواء كان قلت فرد يعني أو حضارة أو مؤسسة ما توصل للحالة ديال الطغيان ديالها، تظلم الناس كذا إلى آخره، يعني حتى هو يعني يؤدي إلى الهلاك الظلم، يعني سيجد، وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله أن يعني الأمم والدول ما تدخل في مرحلة ديال الظلم راه صافي وقد كتفقد الميزان، فإذا لم تتدارك أمرها وتصلح شأنها فالوضع خطير مع المدة يعني أجيال، ويؤدي هذا إلى انقراض تلك الحضارة. ولكن يعني من علامات يعني مرحلة النهاية أو ما يسمى الفقهاء المرض المخوف، نجيبوا بعض الصيغ أخر، يعني المرض نعوذ بالله من الأدواء جميعا، كاين واحد اللحظة اللي الناس كيأسوا من المريض كيتسناو فوقاش يموت، ولذلك يعني الفقهاء لا يقبلون من المريض في تلك الحالة أي يعني عقد يديروا له اللي يأثر على التركة، ما يطلق ما يزوج ما أي شيء اللي أثر على التركة يعني بواحد الشكل غير عادل لا يقبل له في تلك اللحظة، كتسمى لحظة المرض المخوف، أي أنه يخاف من مثل هذا المرض، يعني من شأنه أن يموت الإنسان معه. فأيضا الحضارات والأمم والدول على المستوى يعني الاجتماعي والأمراض الاجتماعية كمرض الظلم عنده واحد المرحلة كتسمى نسميها مرحلة المرض المخوف، أي حينما يصل الظلم مرحلة ادعاء الألوهية والحق المطلق اللي درناه احنا هي الحق تكون كي بغات، وما صنعه غيرنا هو الباطل يكون كي بغى، ويعني يظنون بأنهم يقدرون المقادير في الأرض كما يشاءون، يفقرون ما من يشاءون ويغنون من يشاءون وينصرون من يشاءون ويهزمون من يشاءون ويعني يقتلون من يشاءون ويحيون من يشاءون، هذه اسماء الله الحسنى، هذه لا ينبغي أن يعتقد المؤمن أن شخص ما ممكن أن يتحلى بها، فإذا دعاها أحد فقد تعدى على سلطان الله. فآنئذ رب العالمين يقول في الحديث القدسي العز إزاري
والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قاصمته، وفي الرواية الأخرى الصحيحة قذفته في النار. فلذلك هذه من العلامات السننية الكونية الربانية التي خذها المؤمن من هذه الكلمة الصغيرة، سيهزم الجمع ويولون الدبر بما هم جمع وبما هم كتلة، لأنهم وصلوا إلى هذه الحالة. هذا المعنى الأول الذي ذكرت، يعني المؤمن يحصل له نوع من يعني الراحة النفسية. القرآن يعني يعطيك راحة، يعطيك تغذية روحية. الأمر الثاني مرتبط به وقد ذكرته، إنما أفصل فيه قليلا. لا يجوز شرعا أن تعتقد بأن جهة ما أو فردا ما أو مؤسسة أو حضارة يمكنها فعلا أن تصل إلى هذه المرحلة وتستمر إلى نهاية المطاف أبدا. إذا وصلت للمرحلة يجب أن تؤمن بنهايتها كما تؤمن بالله وبرسول الله وباليوم الآخر، بحال أركان الإيمان تؤمن بهذه الجزئية، لأنها فرع عن أصلين عقدي كلي الذي هو كتاب الله جل وعلا. يعني اش كنقول هذا الكلام؟ لأنه كيوقع بعض الأحيان، وقع أنا سمعته شحال مرة من بعض الناس، وهذا خطير جدا العقيدة هذه في المفلسة، وقعت في التاريخ. في التاريخ قديما في زمان التتار، من أسباب الهزيمة ديال المسلمين لأنه يعني بدأ كتبقى تخيل يعني شنو وقع للمسلمين باش تموت، شكون هو التتار؟ واحد الأمم هامج صافي، هذا هو التتار ديك اللحظة. ما الحمد لله من بعد راه سلموا وحسن إسلامهم. يعني واحد المرحلة جاء واحد الناس هامج ودخلوا الحضارة ديال المسلمين. يعني ما أدراك ما الحضارة؟ ديك الساعة العاصمة بغداد مع الأسف، يعني في العصر العباسي الثاني، مرحلة متأخرة، القرن الثامن اللي يجري هذا، السابع والثامن. يعني من ناحية الحضارية ومن ناحية بكل مكونات الحضارة، يعني عسكريا اقتصاديا، مسلمين ما خصهم خير، لكن كانت هزيمة نفسية كارتخاء، فهزم المسلمون. فمن المقولات، هذا هو العجيب باش تعرف يعني النفسية ديال المسلمين علاش تهزموا، كانوا كيقولوا إذا سمعت بأن التتار قد هزموا فلا تصدق. هذا خطير، هذه مسألة إيمان هذه. إذن إذا سمعت بأن التتار قد هزموا فلا تصدق. أنا شكون هما التتار؟ شنو كاينين؟ السيوف اللي عندهم عند المسلمين، كاين شي فرق؟ الدرع اللي عنده عند المسلمين، ما كان ديك الساعة لا قنابل نووية ولا درية ولا أي شيء من هذه القوى المعاصرة إطلاقا. وأيضا في الأندلس، علاش كيف طرد المسلمون من الأندلس؟ كيف هزموا؟ يعني شوف، إذا بغيت دير الحساب المادي تجد يعني الحساب المادي خاسر، كاع ما طلع شيء نهائيا. بحيث انه المسلمون في الاندلس من ورائهم يعني كم بشري هائل من المغربي الى المشرقي، ولكن جات في اللحظه اللي الغرب الاسلامي نفسه والشرق نفسه مضعضع عيان، لانه اللحظه نفسها اللي كانت التتار نفسها يعيش فسادا في الشرق. فكيكون المرض اذا اجتماعي داخلي، اصله اضطراب الحقائق الايمانيه في الناس. الناس لم يعد لهم إيمان بأنفسهم، هسا كيأمنوا بالله واليوم الآخر وبالحقائق الإيمانية، وبنادم ما مأمنش براسه. يقول لك إذا سمعت بأن التتار قد هزموا فلا تصدق، هذا إنسان ما مأمنش حتى براسه، هو ما مأمنش براسه. شيء غريب جدا. فلذلك عقديا لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا، ما عندكش الحق من ناحية الشرعية تأمن بهذه الفكرة أصلا. لذلك يعني الطغيان إذا وصل مرحلة ادعاء الألوهية ومنازعة رب العالمين في الأرض، فيجب أن تؤمن كما تؤمن بالله أنه سيهزم الجمع ويولون الدبر. فيعني مثل هذه الثقافة المدمرة يجب أن نحاربها في أنفسنا وفي بيئتنا. بعض الأحيان نسمع بعض الكلام ونقرأ بعض الكتابات، يعني في مجال الإعلام، يعني الإعلام يعني المنهزم، أنه يعني الحضارة الفلانية ولا الدولة الفلانية إذا دخلت البلاد في خمسة دقائق تحت البلاد، إذا أنت محتل قبل ما يدخل عليك. هذا لا يجوز، هذا من ناحية الشرعية لا يجوز الإيمان به. ما خصكش تعتقد هذه العقيدة كاع أصلا.
ولذلك قلت هما أمراني متناب يعني كنقول هذه الجمل هذه سمعتها يعني مشكل بعض الناس اللي يعني ما يعني غريب جدا يعني تلقى الإنسان يعني هذا ما يسمى طبقة المثقفين بعض الأحيان تلقى عنده مهزوم وذلك راه التصرف أحيانا يعني الإنسان كتقرا التصرف ديالو كتقرا النفسية ديالو يعني عقلية سبحان الله العظيم ديال الإنسان خاصة لما كيرتبط بالآخر يعني بالآخر بالمعنى الفلسفي كما يقول دابا الزمان يعني ارتبط بالآخر ثقافيا كيكون يعني كل المكونات ديالو الثقافية خداها من الغرب ما عندوش ولا أدنى معرفة بالتراث الإسلامي وبالحقائق الإيمانية هذا مشكل حقيقة يعني لما ربي تعالى ما جابوش راه مشكل فإنك يشعر بأن الأخر قوي عليه في كل شيء ونقط قوته هو ما كيعرفهاش لأن ما عندوش أصلا ولم يمكن له سبل لدراستها بسبب برامج التعليم وبسبب يعني مراحل تاريخية يعني عاشوها المسلمين والمغاربة بالخصوص علاش كنتكلموا يعني من الاستعمار الآن لأنه من أفلس أنواع الاستعمارات في العالم الاستعمار الفرنسي أسوأ أنواع الاستعمار الاستعمار الفرنسي يعني الاستعمار الفرنسي كيدمر المخ مش غير الاقتصاد والاجتماع لا دمر المخ الدليل على ذلك الآثار التي حصلت من هذا الاستعمار بعد خروجه وإلى زمننا هذا مشكل حقيقة كاين بلاد أخرى الاستعمار كله مفلس ليس في القنافذ أملس ولكن مع ذلك الآثار مختلفة دول يعني استعملت يعني استعمروها الإنجليز استعمروها الطليان استعمروها يعني دمرت وخربت استعمار كله ظلم وتدمير وتخريب وإبادة ولكن مع ذلك يعني كيبقى الإنسان عنده بعض الخصائص ديالو الاستعمار الفرنسي خدم بوعي مبكر هذه الفلسفة ديال ليوطا يعني معروف خدم برامج التعليم خدم واحد عدد ديال الأدوات باش يغير المخ كيف يعني كيف يفكر الناس هذا خطير جدا فعلا فصار يعني واحد يعني شريحة كبيرة من البلاد التي استعمرتها فرنسا فين ما كانت صار عندهم يعني 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 يفكر بالطريقة الفرنسية وهذا أمر يعني صعب جدا تتذوق الحياة كما يتذوقها الآخرون فغير بمجرد حصول هذا الشيء هذا ما عمرك ما تقدر تكون بحاله لأن منتج الشيء ليس كمستهلكه فديما تشعر بالحاجة إليه وبالتبعية إليه وبأنه أقوى منك دائما أبدا هكذا كيعطيه هزيمة نفسية مدمرة الإنسان ولذلك يعني من أهم الأشياء التي قررها القرآن ما ينبغي للمؤمن أن يعتقده كإيمان تآمن به وتربى عليه بأنك أنت إذا أخذت بأسباب العزة والنصرة والقوة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فستكون عبد رب الكون الذي يقدر مقادير الكون وأن كل مخلوق تحته فرضا كان أو جماعة أو دولة أو حضارة إنما يتصرف في قدر الله بقدر الله يعني هو إلى دار شي حاجة يعني أمة دولة فرض كما كان يعني تصرف شي حاجة يعني في الكون فقتل أو دمر أو كذا هذا قدر تفخيم ولكن هذاك القدر اللي هو هذاك غير مسخر هذاك الإنسان أو ديك الدولة أو ديك الأمة إنما هي مسخرة في نطاق الدائرة الربانية الكبرى التي هي قدر الله الأكبر فهو يعني ينفذ قدر الله من حيث يدري أو لا يدري بالخير وبالشر وفي بعض الأحيان يقصدون شر وينتجون خيرا من حيث لا يقصدون هو كيدير الخير هو ما بغيش الخير هو بغي يدير الشر فإذا به الله جل وعلا يجعل من ذلك الشر خيرا رغم أنفه ولهذا رب العالمين هو المتصرف في مملكته سبحانه بيده ملكوت كل شيء لا شيء يشذ عن ملكه سبحانه وتصرفه جل وعلا وهذه يعني هي عبرة قصص ما ذكر من العقاب الذي نزل بالأمم البائدة مما ذكرنا قبل في هذا المجلس المبارك يعني إنه الله سبحانه وتعالى يجيبنا قصص ديال يعني عاد وثمود ولوط وفرعون وكذا الاخره ماشي الانسان باش يقرا القصه يعني ليسرد ذلك سردا و يعني يتمتع بترتيب الاحداث وكذا القران يعني اعظم من هذا بكثير لا.
القرآن يعني للتخليق، باش يعطيك يعني أخلاق نفسية سلوكية وعقدية قبل ذلك وبعد ذلك، كان خلقه القرآن. ولهذا دائما الإنسان لما يقرأ القصص يرد البال فين ما كانت شي قصة في القرآن راه فيها التمرة ديالها، عندك تدوز على القصة بلا ما تقطف التمرة، وديك التمرة هي اللي تعطيك القوة باش تعيش في الزمان اللي فيه الظلمات. يعني الإنسان راه لما تزوجش بحقائق الإيمان القوية كيقدر يوقع له واحد الاضطراب عصبي، وكيوقع كثير هذا ظروف ديال الأزمات بعدها ديال الشباب والعياذ بالله بسبب عدم التغذير الروحاني المناسب، تحدث لهم يعني مشاكل نفسية واضطرابات واهتزازات، يعني ما كيبقاش مأمن براسه. وهذا كله أنه يعني سببه قلت أنه يعني عدم تلقي وعدم التزود بهذه الثمار. ولذلك أمرنا بقراءة القرآن وتدبره، هذا هذا مفتاح الكون، يعني مفتاح الكون بما فيه من عنصر بشري كطلب ديال بنادم والحضارة البشرية والعلاقات الإنسانية في أصغر يعني مكوناتها إلى أكبر تصوراتها، يعني من أصغر المكونات اللي هي يعني العلاقات الفردية والعلاقات الأسرية إلى أكبر المكونات اللي هي العلاقات الحضارية والتدافعات الدولية الكبرى، كل ذلك القرآن سطره في القصص القرآني وفي غيره، والخصوص بالخصوص القصص القرآني. يعني علم الاجتماع إذا صح التعبير القرآني أو الإسلامي موجود بالدرجة الأولى في القصص. فها هنالك إذن يأخذ الإيمان حقائق، أو يأخذ الإنسان حقائق الإيمان، حقائق الإيمان من هذا القرآن، ويأخذ ما يفسر به العالم، يعني شيء كبير بزاف، نتائج هامة. حقائق الإيمان لتغذي نفسك وروحك وتقوي ذاتك وقدراتك على اختراق الحياة والاندماج فيها. تقول هذا الزمان قبيح وكذا وكذا، ومع ذلك ندخل فيه ونعيش فيه ونسبح في بحره. فإذا هذه الثمار التي تؤخذ من القصص القرآني، وقد ذكرنا الآن في هذا التطبيق ثمرتين. الإنسان المؤمن إذن إذا تزود لنفسه وتغذى لإيمانه فإنه يستطيع الاندماج داخل البيئة مهما كانت، وشعر بالتحدي. وهكذا المؤمن عبر التاريخ كتكون يعني الظلمة وصلت أشد مراحل حلكتها، في ذيك اللحظة كتكون إذن ببزوغ الخير. ولذلك شخصيا يعني أجد نوعا من الانشراح بسبب يعني كثافة الظلام. هم يقولون نحن جميعون، هذاك جميعون ما كيبدا يحصل كتربي أنه عالم ديال الخير تماما، يعني كما يعبرون دائما عن يعني اشتداد السحوب كذا إلى آخره يؤذن بالأمطار. فمن غير هذا لا، التاريخ في هذا الشيء القصص القرآني، ما بعث نبي عبر التاريخ إلا في لحظة اشتداد الظلم والظلمات، ما وصلت الجاهلية العربية حالة أن الإنسان ما تصور الإنسان شيء يذوقه فعلا، هاي الذوق يعني بناء يحضر الجانب الوجداني يعني والذوقي، تذوق الحقائق التاريخية باش تحس تشعر كم كانت الجاهلية ظالمة. يوصل الإنسان لدرجة أنه يدفن بنته، هي كان قراوه كان عمرو به فمه، وكان ولكن ما كان ما كتعيشوش، شيء غريب جدا. أنا ما لولا أن القرآن ذكره ما صدقته إن شاء الله، يكون ماشي زعما راه لقيتها في القرآن كاينه. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قلت، قلت فيها كذا بنت تخربيق، هذا ميمكنش ميمكنش. ويعني الوحش ما كيديرهاش، ما عمرنا شفنا طيور ولا سبوعة ولا الكلاب ولا شو هاد كيجلس حتى يمشي يقتل يعني واحد الجرم من الكلاب ديالو أو من الشبال ديالو، ما كيناش. يعني من الأشياء التي تناقض الفطرة الطبيعية في الأرض كيناش نهائيا. والإنسان اللي هو أعلى درجة من حيث يعني الخلقة، خلينا من الدين الآن، هذا بغي الطبيعة كما خلقها الله. الإنسان تقول لي غادي يقتل ولده ولا يقتل، ما تصورش هذا الشيء، ولكن وقعت في التاريخ سجلها القرآن الكريم. إذن هذا الإنسان شنو وقع له؟
ما بقاش بندم، فقد الآدمية، الصفة الإنسان يدير فقدها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. لما يفقد الإنسان الفطرة صافي تفقد الموازين كلها، فشي غريب جدا. تعلمون كثير من النوازل والقصص الغريبة جدا مما يحكيه بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يبكون بين يدي رسول الله، كيحكيوا لسيدنا محمد يقول له اش درنا اش درنا. ما نذكروا فيه الأسماء ديال الصحابة، يعني تكريما لهم. الصحابي الذي كان في جاهليته وكيدفن بنته وهي كتقلع له التراب من لحيته، مأساة. والآخر اللي كيلقيها في الجبية نزلة كتقول له يا أبتاه، تغوت كتستغط بباه وغير ما. أي قلب هذا؟ هذا يعني الوحش خير منه، يعني في ديك اللحظة الوحش خير منه. يعني القطة ولا الكلبة عز الله ذكركم كتبغي تحولوا لهذا ما كتعضش، كتهز بشنيفة واحد شوية ديال سنية وتحولوا بواحد الرفق، تهزوا غير من الجليدة ديالو سبحان الله، تديه موضع واحد المحنة واحد كذا، ويقرب لها شي واحد في ديك اللحظة اللي كترضع أول ده. شيء غريب جدا. إذن هذا كيفقد الميزان البشري ماشي الديني، الديني راه ما عندهمش. فهذيك اللحظة كتجي النبوة، لأن ذاك بنادم ما بقاش صالح يعيش في الأرض. انتهى صافي، ما بقاش صالح يعيش في الأرض. فلما تشوف الأمور صافي تقلبت، عاد الله راه الخير جاي، الخير جاي. ربي تعالى ما كيخليش الكون عاود يخسر سبحانه، عنده الميزان سبحانه جل وعلا، عنده الميزان جل وعلا. ولهذا يعني المؤمن يمتلئ روحا وريحانا، كيكون عنده منظار، عنده يعني عنده منهج، مش كيقرا تاريخ وكيقرا حركه الانسان في الارض. فحينما ترى يعني الاشياء وصلت من الظلم ما لا يطيقه العقل البشري، عقل ما بقاش قد يفهم ولا يسمع نوع الظلم. الان الاعلام اللي بغيت يتبع التلفزيون يترسوا ليه الاعصاب ديالو، راه مرض صافي، وقع له شي مشكل بسبب انه داك الشيء ما كيقبلوش العقل، لا يقبله العقل ولا يقبله الوجدان مما يحدث في الارض من الظلم والطغيان. والحل ما كاينش، الحل ما كاينش. اذا معنى ذلك ان الله يهيئ لهذه الارض امرا، والبشائر واضحه تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، بشائر بدايه الخير قويه جدا. فالمؤمنين يعيشوا امانا داخليا وايمانا، وتكون له قدرة على الاندماج، لأنه واحد في اثنين إما كتنعزل إما كتولي ضد البيئة وضد المجتمع كالعقلية يعني التكفيرية بكل صراحة. هذه عقلية انهزامية، عنده نقص في الإيمان وفي الفهم للدين وطبيعة الحياة، هل ما عندوش القدرة على الاندماج في المجتمع. هذا راه المشكل النفسي عنده، هذه العقلية هذه مشكل نفسي أكثر من هو مشكل مفهومي. راه واحد النوع من يعني من العلاج العصبي الداخلي، هذا الاسلوب هذا يعني علاج ورد فعل باش كيعالج الجروح والشروخ اللي وقعت له داخليا. اما من الناحيه الشرعيه بين المقاييس وبين الاحكام الشرعيه، لانه ضدها ومناقض لها، ولكن هو يجد لذته في ذلك. علاش؟ لانه كيعالج قلت يعني هذه الهزيمه الداخليه. اما المؤمن فهو كالنور، يعني واخا يكون الظلام كما بغى كتشعل غير وقيده واحده، هذاك النور البسيط ينتصر على الظلم، لانه نور في نهايه المطاف، لا اقل ولا اكثر. فطبيعه الايمان طبيعه نورانيه، والنور خارق قوي كيهزم يعني مكعبات ديال الظلمات. لهذا وذاك يعني فصلت هذا الامر، لانه فيه يعني فيه جانب عقدي، فيه جانب ايماني، فيه جانب يعني اللي كيجعلنا فعلا نتعلم كيف نقرأ القرآن وكيف نعيش حياتنا المعاصرة بالقرآن رغم كل الظروف. والله المستعان.